تفيقيش. هذا بيك الناس كلشي كلشي كيتبوق. هذه بعدا لحظه. لا كنشرح لك في هاد المناطق هادي كينوضوا لك واحد طاشة كحل كيتبوق هذا وما عرفتش علاش كيطلع الفوق مي فين كيتخنفر جبتك بحال اللي كتجبد فهمتي فمك هنا كيتبوق الدقن ديالك ما كتلاحظي حتى هو مسكين كيدلى حتى فاندرا ما تجي انا خدمت المساله خصك تبدلي اكثر حاجه باش تبغى. المهم اللي بغينا نديرو دابا هي اننا غنديرو روتين تاع الصباح كما كتعرفوا في رمضان الحمد لله ما كنديروش مكياج فبالتالي ضروري انكم تخدموا على البشره تاعكم اكثر باش تقدروا تخرجوا وتواجهوا العالم مالكي كتعطيكم هاد النتيجه كما كتلاحظوا فبالتالي افضل اننا نتهلاو مزيان في البشره ديالنا. دونك اول حاجه اللي غادي نديرها واللي جربتو ديجا اللي هو هذا دونك نيفيا موس نيتوايونت دونك هذا نتاع لا بو سيج اسونسييل الا كنتو شفتو ديجا في البلوك اللي من قبل اللي داير غنحطو لكم هنا ولا هنا ماشي قنت وريت لكم بلي شريتو لحقاش لاكور عندي ديرنييرمون تري سونسيبل دونك هنايا اكيد ان الريزولتا داكشي غنشوفوه على المدى البعيد مي كاستعمال ان لا بو تاعي ما كتحرقنيش ولا شي حاجه صح عجبني بزاف بزاف. دونك ها هو نيفيا كما كتلاحظوا هنايا بحال الماء وهذا على حسب ما شفت بلويل دامون دوش دونك فوالا كديروا اون فوا كتولطاو كتخرج هكذا موش واو شنو كيعجبني انا بلا جينيتويون تاعي كاملين باسكو انا كنبغي نخليهم دونك اي جينيتويون كنابليكيه كنخليه في الوجه تاعي حتى كينشف شويه بالنسبه لهاد لاموش ولا اي حاجه اخرى كنديرها ديما لي جينيتويون كنخليهم شويه لان كنحس بلي كيعطيو فعل اكثر وهذه احسن طريقه باش تستعملوه. ثاني حاجه اللي مهمه بزاف اللي هي لو تيرمال تاع لا روش بوزي او لو تيرمال اون جينيرال خصكم تعرفوا ان لو تيرمال كتعاون بزاف وما عندهاش استعمالات فقط مثلا كترشوها في الوجه نتاعكم باش كتيدغطيوه لانه معروف انها كترطب البشره ولكن كتنقص من الحساسيه ومن حاجه اخرى اللي هي مهمه مثلا دي فوا انا كندير لاسيغ ولا مثلا نقولوا لابو تاعي كتهيج ولا كنحس بلي بدات كتحرق ولا شي حاجه كضربكم الشمس شي حاجه بغاو مي كتابليكيو لو تيرمال كتبرد عليكم وكتعاونكم بزاف باش انكم دغيا تعالجوا البشره نتاعكم. هذه لاحظتها بزاف حتى ملي كدير لاسيغ كنرش عليها لشي بلاصه وجعتها ولا شي بلاصه حرقتها فريمون كتبرد عليكم الا كان عندكم الحبوب فيما كتحسوا بالحريق ولا لابو تاعكم هايجه ملي كديروها فريمون كتهبط ديك الهيجه نتاع البشره دونك هذه حاجه زينه. دونك انا بالنسبه ليا اللي ما نستغلاش عليه هي لو تيرمال. ثاني حاجه اللي غادي نديرها اللي هي هاد لا كريم ايدغاتونت طوليريان تاع لا روش بوزي ونديرها كثاني حاجه وخصكم تعرفوا واحد الحاجه ان هاد لي برودوي اللي كنستعمل دابا سواء بالنسبه للو تيرمال لا كريم ايدغاتونت وبزاف تاع لي برودوي اخرين كنت حطيتهم في واحد لو جيفوي عندي مازالش انكم تابعوني في انستغرام لانني مره كنحط هكا دي جيفوي سينو الا كنت غادي نخرج ضروري انا نحمي البشره نتاعي من الشمس هذه حاجه مهمه بزاف كما كتعرفوا لي طاش اللي كيجيونا في الصيف داكشي كامل ناتج على العدم الحمايه تاع البشره دونك ما كنحميوش البشره نتاعنا كيف ما لازم. دونك هنايا كنستعمل هذا نتاع اديرما صراحه اللي كيعجبني بزاف تاع 50 بلس اس بي اف 50 بلس دونك فلويد تري اوت بروتيكسيون اللي كنديرو في لاكون تاعي واللي كيعجبني بزاف دونك كندير فريمون واحد كونتيتي مزيانه في البشره تاعي. من بعد بالنسبه للكريم كونتور دي زو كنستعمل هذه اللي كنجربها عاد دونك تاع ايفيلين دونك هذه وايت بريستيج 4 دي اللي كنديرها تحت من عينيا دونك هذه صراحه عاد كنتيستي فيها ما عندي حتى شي فكره عليها اي كنديروها تحت من العين. كاين واحد لاكام كامله تاعهم اللي ديجا حتى هي كنجربها دونك لاكام تاع الصبيات دونك فيها الجيل نيتوايون فيها لا كريم ايدغاتونت هنايا راني نجرب هذا نتاع كونتور دي زيو. فوالا اختي اللي نتايا جلست باش تورينا نشارك معاكم انا يلاه شاركي معنا شنو غادي نديرو. غادي ندير الماء ملاحظه معايا بسم الله. وشنو هو الروتين تاعك؟ هذا راني زدتو للروتين ديالي كنغسل وجهي الصباح هذا راه روتين بحد ذاته البنات انا نصيحه لكم غسلوا غير وجهكم ونوضيو هكا خرجي برا للعوين كيعاود ما ديري حتى شي حاجه اش غتضيعي الهموس وتضيعي لك هادشي. شوفي غسلي وجهك شوفي نصيحه نتاعي وكتفيقي وافيكاس غسلي وجهك بالماء خرجي برا يضرب فيك داك البرد وتشوفي لا ما فقتوش طيب تنوضي تبقى طري معطله ما تهلايش نتيا كيفاش لابو كريم انا كنغسلها وجبات كثر من هكا. هالو خرجنا انا وايمان في هاد الشمس نعم خرجني في هاد الطعاج باش نمشيو نشريو هاد اللوحات حيت غادي نحتاجهم في واحد لا فيديو غادي نصورها مور السحور انا وايمان ففكرتني في الطفوله الصراحه فكرتيني بالايام الخوالي مع مدرتي بدلات معاك اكيد تما اللي تفكرتي من تما راه انا وياك تعاشقنا وكلينا الخبز والمرقه بجوج. ماما سمعتيها؟ واو ضروري الطفوله ديال البنت الصغيره تكون دارت شي بلاصه بحال هادي ما يمكنش. لا ما كنتش هذاك عمرك ما تصطبت تخرج عليا رجعت شاتك وجري عند البيت. خويا راك غلط انا ايمان سمحي لي درت شي دوسني تقدري تنسحبي المشكله ما تجيش تما واش جالس كمركز في الطوبيس لقيت كاع الناس اللي كنعرف شنو ساميه جوليا روبرت ولا فاتيه بوصل. ماما متشوفيش هاد الفيديو مي اكزام ماشي ولي دوك واقفه كنقول واش نمشي ولا نولي ما تمشيش واش راني مضطره ولا واش غادي قلت لي يلاه سيري تاكرا الشميشه بقات هادي تاع الفطور تاع الفطور عادي. لا اختي راه الا شتي لا خرجت بكري ما تبرجيكمش حتى يقرب الوقت الله ما نجي. لا سيري سيري اخويا سيري سلامه دابا حاول يشوفك هكا ما يشوفك الصباح يشوفك دابا مرعتي درتي شي فيديو كيفاش كتتألقي بلا مكياج بالكارثه الى محترمه لايك ولا بغيتو هاد لافيتي والله. سلامه اديو ساميغوس اديو ساميغوس سايا داي معايا ها غنجي مول نقدر بجوج طعام واخا نعمتك بسلام. ملي مشات تقرا وحنا في هاد الاثناء غادي نوجدوا اول وصفه نتاعنا اللي هي كيكه بصوص شوكولا. غادي نحتاجو فيها 4 نتاع البيضات، كاس نتاع السكر، نص كاس نتاع الكاكاو، كاس ونص نتاع الفرينه، جوج معالق نتاع الحليب، كاس نتاع الزيت، ألزا، وغادي نخلطو كلشي في الاناء. كنبداو كاول حاجه بالسكر والبيض اللي كنضربوهم مزيان مزيان. من بعد كنزيدو جوج معالق نتاع الحليب ومعلقه نتاع الزيت، كنضيفو الفرينه، كاكاو وألزا. في اناء اللي دهنتو ديجا بالزبده كنحط الخليط نتاعي باش غندير الفرن ويطيب. من بعد ما كنخرجو كيبرد شويه كنبقى نديرو هكذا تقيبات باش غادي ندير له الحليب باش الكيكه نتاعنا ترطب اكثر. في اناء اللي ديجا جمدته في الكونجيلاتور غادي نفوت باش نوجد الكريم شونتيي نتاعي. دونك هنايا غادي نخلط اللي موجود مع 4 كاس نتاع الحليب اللي بارد مزيان، كنبقى نطرب بلا ما نريض حتى كنحصل على هذا الشكل هذا. دونك فوالا كتوجد لنا الكريم شونتيي نتاعنا وغادي نديروها في الكونجيلاتور لواحد المده نتاع ساعتين باش تجمد مزيان. ونفوتو نصايبو صوص الشوكولا اللي غادي نحتاجو فيها كاس نتاع السكر، كاس نتاع الماء، 100 غرام تاع الشوكولا، مايزينا، معلقه نتاع المايزينا ومعلقه نتاع الكاكاو. فواحد الكاسرونه غادي نديرو الماء والسكر نخليهم حتى كيغلاو ونخلطوهم مزيان مزيان. بعد غادي نضيفوا عليهم الشوكولا ونخلطوها حتى كتذوب. من كلشي كيذوب كنزيدو عليه معلقه نتاع مايزينا، معلقه نتاع الكاكاو، كنبقاو نخلطو مزيان. اهم حاجه انكم ما تريدوش التخلاط حتى كتوجد لكم صوص الشوكولا نتاعكم. نفوتو الكيكه نتاعنا ندهنوها بالكريم شونتيي ومن بعد غادي نزيدو عليها صوص الشوكولا اللي كتكون اكيد بردت. دونك فوالا كنديرو كلشي كندخلهم الثلاجه كيبردو واحد شويه مزيان ومن بعد كنقدموهم وبالصحه والراحه. غادي نفوتو باش نوجدو الوصفه الثانيه نتاعنا اللي هي فطائر بالجبن والديك الرومي. دونك غنحتاجو فيها لادانت كاول حاجه، غادي نحتاجو الجبن. دونك انا كلشي خليته لكم على حسب الاختيار شحال بغيتو، المعدنوس والابزار هذا فقط. ما ندير الملح لان الجبن ديجا مالح. في المقله نتاعنا مع شويه نتاع الزبده غادي نوجدو لادانت. دونك غنزيدو فيها المعدنوس الابزار ونخليو كلشي يطيب مزيان مزيان ومن بعد غادي نحطوهم باش يبردو شويه. ونفوت باش نوجد الفطائر اللي احتاج فيهم بيضه، كاس نتاع الحليب، كاس نتاع القشده الطريه، نص معلقه نتاع الخميره، وهنايا شويه نتاع الملح، و 200 غرام نتاع الفرينه. في الاناء غادي نخلط الفرينه نتاعي مع جميع المكونات، نضربها مزيان مزيان وندخلها للثلاجه ترتاح لمده تاع 20 دقيقه. الفطائر كطيب دغيا وسريعه في التحضير. دونك دغيا كيوجدو من بعد غادي نفوتو باش غادي ندهنوهم بالحشوه اللي وجدنا من قبل. كيبقى التزيين ليكم والاختيار ليكم، دونك كتزينوا باش ما بغيتو. الثالثه كنت ديجا دقت عند واحد صاحبتي عجبتني بزاف، كتكون بالكرواسون. دونك غادي ناخذ كاول حاجه كرواسون اكيد، شي نتاع لا داند مع 2 معالق تقريبا تاع البيشاميل، فرماج انا اختاريت هنا فرماج احمر، الليم، المعدنوس والابزار. دونك فواحد الكاسرونه غادي نغليو كلشي، نغليو لا داند مع الملح والابزار والليم. في الاناء غادي نديرو لا داند تاعنا اللي نفرتوها مزيان مع 2 معالق تاع البيشاميل مع الفرماج ومع شويه تاع الابزار مره اخرى. دونك هنايا غادي نعمرو الكرواسون تاعنا ونزيدو عليه الفرماج الاحمر من الفوق. هنايا وجدت الطاجين تاعي بالخضر، صراحه ما كاينش طاجين بالخضر ولا اللحم، دونك انا تختاروا اللي بغيتو، نخليوه حتى هو يطيب على خاطرو ومن بعد نفوتو باش نوجدو الطابله تاعنا وبالصحه والراحه. حنا جالسين برا، راه المغرب، حنا كنتسناو المغربي والدن. صراحه انا عييت العشيه فريمون، اختي عيات بزاف مسكينه، هضره وجنان ما شاء الله تبارك الله عليها، زنا الكل كيعيني هذيك بارده الحبيبه ديالي. اختي هذه شحال كانت انسانه جد متهوره، رمضان ما كانش تطرش ما كتلاطموش ما كدير. سناها نقول كلمه الحق، راه جايه كلمه زينه. هاد التفراج ما كنشوفهاش حتى كيقول الله اكبر، عاد كتحل بيتها ما كتكدير والو، الكوزينه ما طايفش اصلا في راه في الكوزينه، يعني الكوزينه في دارنا كتلف لها شويه، كتبغي الكوزينه كتدخل في الصاله، يعني اختي كانت انسانه متهوره. كنوريكم الطابله اللي وجدنا، نخليكم مع لي غوسيت، حنا غادي نتسناو يودن. دونك فوالا نمشيو نفطروا، تشوفوا المائده اللي وجدنا، شي واكله درنا، صحه فطوركم وصحه سحوركم وكلشي. ورا نوض دابا باسكو ما قديتش. بسلامه يا مسكينه، الله يراكي فطري ماشي